هذه على اول الحلقه. اسمحوا لي في البدايه نرحب بضيفنا الكرام معنا في الاستوديو ماجد تويجري. اهلا وسهلا ابو تركي. اهلا وسهلا بوجود. شهر مبارك عليك وعلى المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات وعلى العزيز ابو نايف والعزيز ابو فيصل والاستاذ وائل النجار. اهلا وسهلا ابو نايف. اهلا وسهلا فيك. يا هلا ويا مرحبا فيك وفي الاخوه المشاهدين. وشهر مبارك على الجميع وسعيدين بوجود ابو تركي طبعا، والاسعد وجود ابو فيصل اللي منورنا اليوم ومتشرفين فيه. اهلا وسهلا ابو فيصل. يا هلا وسهلا فيك. كل عام انتم بخير. كل عام استاذ المشاهدين بخير. سعيد اليوم بوجودي معكم، سعيد بوجود ابو تركي وبوجود ابو نايف الزميل وائل النجار. اهلا وسهلا ابو فيصل. جاينا كذا اطلالته مع اطلاله رمضانيه، قاعدين نتحرى رؤيتك يا رجل. اجازه. نبدا الحلقه في الموضوع اللي يعني يناقش في الايام الماضيه اللي هي جدوله المباريات، وبالذات فيما يخص نادي الهلال على اعتبار عنده مشاركه اسيويه وعنده مباريات مؤجله، وفي احاديث انه كيف ممكن الهلال يتعامل مع ضغط المباريات، هل ينافس جميع الجبهات، وهو دائما هذا المطلوب منه من من منه هو امام جمهوره، ولا يبدا يرتب اولويات في مباريات كثيره مهمه أمام الهلال في فترة بسيطة. راح نشوف التقرير وبعد نناقش. ماجد، طبعا خلنا نقول في البداية بأنه في زعامة للكرة السعودية على مستوى القارة الآسيوية، سواء منتخبات، منتخب أول، منتخبات سنية وأندية قديمة، وفي زعامة تعتبر جديدة وحديثة وتتوافق مع رؤية سمو سيدي ولي العهد، من خلال سواء تأهل المنتخب إلى التصفيات واستطاعته في ظروف كثيرة على تجاوز استراليا، اليابان، كوريا الجنوبية وغيرهم، يؤكد أنه إحنا ماضين قدما، واليوم الأمل والطموح أن نحقق كأس أمم آسيا القادمة، وهذا تارجت يفترض أنه موجود في حسابات حرفي. وبالنسبة للهلال اليوم هو زعيم الكرة الآسيوية من خلال الرقم التاريخي للبطولات، ومنها 2 دوري أبطال آسيا ومقبل على الثالثة. أنا دائما أعرف على مدار التاريخ بأنه بالنسبة للتأجيل والتقديم أنه لجنة المسابقات أوكي تجتمع
بحضور ممثلي الأندية اللي عندهم مباريات تقديم أو تأجيل ويأخذون موافقتهم. إذا كان الهلال وحط تحتها عشرات الخطوط موافق على موضوع أن يلعب الست مباريات هذه على مستوى الدوري في رمضان بهذا الشكل وبهذا اللون، تتحدث عن مباراة أمام الخليج، مباراة أمام الطائي، الفيح، الباطن، وتتحدث عن نصر وشباب وكلهم منافسين لك على لقب الدوري. إذا كان الهلال موافق خير وبركة وصحتين، ولا نلوم أبدا لجنة المسابقات. وخذ أيضا أنه بيلعب كاس ملك وبيلعب قدام أوراوا ذهاب النهائي. إذا كان الهلال لا ما موافق وأجبر على هذا الجدول وهذا الضغط، فمعنى هذا أنه لا يوجد، خلني أقول، تعاون مع ممثلنا في النهائي دوري أبطال آسيا. أنا ما عندي معلومة ترى، إذا كان الهلال باصم على العشرة وقايل مندوبهم للجنة المسابقات أنه إحنا موافقين على الست مباريات في الدوري ومباراة كأس الملك ومن ثم نلعب مع أوراوا الذهاب، هذا خلاص ما عليه خلاف، النادي موافق والنادي محدد. أوكي. أنا خلينا نفترض أنه الهلال، لأنه ما في شيء رسمي طلع يقول أنه الهلال مش موافق أو أنه ما تفاهم في الموضوع، يعني إحنا نتعامل على قدامنا، إيش المفروض تكون أولويته؟ أنا في رأيي أنه أنا هذا بيمثلنا في ذهاب وإياب نصف نهائي. أولويته أنت لو أنت رئيس الهلال، إيش أولويتك؟ أولويتي التارجت حقي أنا بالنسبة لي دوري أبطال آسيا. دوري أبطال آسيا بيأهلني مباشرة إلى أني ألعب كأس العالم في الرياض. طيب، يعني أنت وهذا رقم تاريخي. أوكي، أنت تتكلم عن مباراتين النهائي الآسيوي، هذه أولويتك. هذه أولوية. بعدها عندك الدوري وعندك الكاس. بعدها أيضا كأس الملك. بعدها كأس الملك. لأنها مباراتين. رغم إني راح ألعب مباراة قوية جدا أمام منافس اللي هو. ما حد يأخذ بطولة ويدور منافس بسيط. تبقى بطولة ألعب مع صحيح. مع القوي. أنا السؤال. يعني عندك مباراة، أنت تشوف الأولوية للهلال مباراتين آسيا النهائية. أوكي. ومباراتين كأس الملك النصف النهائي والنهائي على اعتبار لو تأهل. صحيح. لأنه الدوري. بعدها. الدوري لسه. وحتى نكون واقعيين، عندك منافسين على مستوى قوي. طيب. من الشراسة. طيب. تتحدث عن الاتحاد اللي اليوم مكتمل ومخيف. واضح الصورة. أنت تتكلم أنه آسيا كأس الملك بعدين الدوري. عيد. نفس التصنيف اللي قالها أبو تركي، الهلال يعني عنده ضغط كبير من مباريات، أنت تروح للطريق الأسهل. أعتقد أنه آسيا طبعا أسهل بحكم أنك راح تلعب مباراتين ذهاب وإياب، وقد تحقق خلالها الكأس البطولة والتأهل إلى كأس العالم المقامة في الرياض. أيضا مباراة نصف النهائي أمام الاتحاد قد تؤهلك للمباراة النهائية، وفي ذاك الوقت يعني يحلها حلال. تتكلم عن الدوري، لا، 10 مباريات، ضغط مباريات كبير جدا في رمضان. لا تعلم أيضا أنه هل يعني لقاءات الخصوم تساعدك أو لا. إحنا نعرف أنه الهلال متأخر، حتى لو فاز المباراتين المؤجلة راح يكون متأخر عن الاتحاد بخمس نقاط وعن النصر تقريبا بثلاث نقاط. فأيضا أنت يعني الكرة ليست في يعني يدك، وما راح تأكل بيدك، أنت أيضا تنتظر تعثر المنافسين. عشان كذا نقول إنه الدوري صعبة. الهلال أيضا عنده 3 نسخ دوري متتالية. أعتقد أنه كأس الملك على كأس آسيا بتكون أولويات هلالية، قد ينجح في تحقيق إحداها، يعني إحدى هذه البطولتين. بنايف، شوف وجود، أنا خليني أتكلم بالشكل العام كلجنة مسابقات. طبعا مين معقولة أنك أنت بتصلح دوري ولجنة مسابقات بتخلي الجدول للقدر أو للرغبات؟ يعني والله أنا خلينا نقول كمصطلح متعاون أو تتعاون، لا، برضو في عندك 18 أو 16 نادي موجود في الدوري. أنت في بداية الجدولة مثلا أجلت، طبيعي جدا انك تبغى تنضغط، لان احنا ما نبغى نفس الموسم الماضي في مباريات في الدور الاول لعبت بعد الفتره الشتويه، تغيرت طبعا الفرق. انا بالنسبه لي مثلا اتمنى اني ما العب اتمنى اني العب مع فريق بدون ما يقوي نفسه في الفتره الشتويه ويطلع مباراتين ورا بعض ممكن انا اتضرر فيها وتنتفي هنا فيها او العدو والمساواه حتى في المنافسه.
لذلك انا متاكد 100% ان اي جدول في اي دوري محترم بالتاكيد المندوبين موجودين وموضوع لهم، وانا اجلت لك المباراه هذه بالتاكيد انك عارف راح تنضغط، واي فريق يبغى ينافس لازم يعيش تحت الضغط. اذا ما تبغى تنافس اذا تبغى تنافس ولا تعيش تحت الضغط خلك في المناطق الدافئه وقعد طقطق على العالم. قاعد اضحك هذا خسر وهذا فاز وخله مرتاح. اذا تبغى تنافس لا، تبغى تعيش تحت الضغط وجمهورك يعيش تحت الضغط، وحتى لو فزت بتطلع وانت عورك راسك، واللاعبين لازم يتفاعلون مع هذا الضغط. حتى اتذكر انا اتذكر قد قريت تصريح لمبابي لما قال في بطولات عندهم متتاليه، فقعد يقول في لاعبينا احنا لازم ندخل ولازم نتعاون سواء في طريقة الأكل أو في طريقة النوم، وأخذوا على نيمار أنه بعد كلام الكابتن لقوه في مقهى جالس حتى وقت متأخر في الليل. لذلك الفريق حتى إذا بغى يدخل في الضغط ترى يصير متعاون حتى في طريقة نومه في طريقة أكله في كل الأشياء هذه. فلذلك أنت تبغى بطولة بدون ضغط هذا مستحيل. طيب إيش الأولويات اللي المفروض تكون قدام الهلال؟ كلها عند آسيا كلها وجود. إيه شوف لا انا ان الجمهور يطالبك ان الجمهور يطالبك بكل شيء، لكن انت اليوم لو رئيس الهلال وبتجلس مع المدرب وبتتناقش، عندك مباراتين اسيا نهايتها بطوله، عندك مباراتين كاس ملك نهايتها بطوله، وعندك مباريات الدوري اللي انت ممكن تبغى تجيب فيه الدوري للسنه الرابعه على التوالي. ايش تقعد مع المدرب وتقول له؟ بالتاكيد اول شيء اسيا انا خاب مباراه واحده هي فقط. لا هي باب وياب. هي انا قصدي هي مباراه واحده بتنهيها، يعني هي مع فريق واحد. انا تقرير النهائيه تعتبر انا عندي أوكي. انا عندي بالنسبه لي واللي يترتب عليها. الشيء الثاني الكاس، ثم بعدها الدوري، لان الدوري يترتب عليه نتائج فرق اخرى. بس هذا اللي في يدي انا الان، اللي في يدي البطوله تقدر تخلصها بنفسك، البطوله تخرج مغرب هذا في يدي انا. الباقيه انا جالس العب فيها وتتعثر على امل تعثر منافسين. ايوه احسنت. فهي زي كذا، هي راح تجي زي كذا. يعني تتفق انت وماجد وعيد انه انا اتفق معي بس مع ماجد مع ابسط حقوق. أيوة. عارف اسيا كالعاده، بعدين كاس الملك بالتاكيد، بعدين تشوف الدوري. ايه الدوري عاد خلاص، انا الدوري العب فيه زي ما العب فيه الموسم الماضي، اني اصير اتجه الى ان كل مباراه لازم افوز فيها، والفرق الثانيه ما افكر فيها طبعا. بالتاكيد بالتاكيد انك تسع جولات تتغير فيها امور كثيره. مع اساس كذا لما اقول لك الفرق اللي عقليتها عقليه فوز ودائما اذا جت تلعب تفكر في الفوز دائما، هي اللي بتمشي ما تنهار، لان عارف ان الدوري هذا فيه اخفاقات وفيه خسائر وفيه ظروف تحصل في وسط المباراه وفيه ظروف تحصل في وسط الدوري. لان انا دائما اقول ابو جود، وهذه قاعده، شوف المدرب لما يجي يلعب المباراه هذه او اي فريق، هي مش شطرنج انا امسكه وقعد احرك، لا، في وسط المباراه في ظروف تحصل. وما علينا بالمباراه الاخيره حقت الاتحاد الموسم الماضي لما انضرب قروهي ومش عارف ايش زي كذا ومشت المباراه، هذه كره القدم. فلذلك انت لما تمسك فريق متعود على الضغوطات اللي جوا المباراه، متعود على المباراه التنافسيه، بالتاكيد انه جالس يلعب لاخر دقيقه وفي المنافسات يلعب لاخر لحظه برضه. مباراه الوداد الاخيره انتهى المباراة، جمهور كبير انطرد لاعب محمد كنو، المباراة كلها ميب له، الفريق قاعد يلعب لآخر لحظة وضربة جزاء وانطرد كابتنهم وعديتها ومشيت. هذه القوة الذهنية والنفسية في الفريق. في بعض اللاعبين جوا الفريق وجود من يوم يحس بهدف جواتك خلاص ينهار ويصير طاقة سلبية جوا الملعب، حتى الجمهور يصير طاقة سلبية جوا الملعب. وفي فرق لا، عارف ان المباراة هذه لا انا ابدا فيها من اول دقيقة حتى اخر دقيقة لانها مرت تجارب كثيرة. فاصل قصير بعده نعود.